من الحالات المميزة في مجال تخصص جراحة المسالك البولية أن تأتي السيدة تتجاوز من العمر 40 وتقول: دكتور أنا عندي تكرار في البول وحرقان وألم وحصرة، فكنت لما أسوي التحاليل قبل سنة يطلع في التحليل التهاب جرثومي وآخذ مضاد يخف، الحين دكتور صرت لما أسوي التحليل نفس الأعراض يمكن صارت أسوأ، بس يقولون لي التحليل ما في التهاب، فأراجع يقول لي: دكتور ما احنا عارفين شنو منه هالشيء. طبعا غالبا يكون الدكاترة اللي عطوا هذا الرأي ليسوا متخصصين، أما نحن المتخصصون في جراحة المسالك البولية فنعرف هناك حالة ما نسميها آلام المثانة المزمنة أو التهاب المثانة الغير بكتيري، اللي احتمال يكون الالتهابات السابقة أثرت على الغشاء الداخلي للمثانة وأدت إلى تهيج هذا الغشاء وشعور المريض بالأعراض اللي راح أذكرها أو المريضة: تكرار في البول، ألم في المثانة عند امتلائها قد يخف مع التفريغ، تكرار في البول أثناء النوم، حرقان، ألم في المنطقة السفلية بمعظمها. فهذه الحالة نسميها التهاب المثانة الغير بكتيري أو التهاب المثانة المزمن أو ما يسمى بآلام المثانة. اللي فرقها عن التهاب المثانة البكتيري أن تحليل البول ما في أي ميكروب، وبالتالي نتوقع هذه الحالة. هذه الحالة هناك نظريات كثيرة، أحدها أن الغشاء المبطن للمثانة يكون فيه ضعف، فالبول أجلكم الله يهيج الأعصاب الداخلية ويسبب الآلام والأعراض المذكورة. شلون نعالجها؟ عادة ما نجري منظار تشخيصي حتى نؤكد هذا الأمر ونتأكد أنه لا يوجد تقرحات بالمثانة، وبعد ذلك نعطي أدوية مختلفة قد تكون حبوب متنوعة، وأحيانا نعطي أدوية داخل المثانة حتى تهدئ وتخفف من هذا الالتهاب الغير معتاد.